السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم جميعا في فيديو بنتكلم فيه في بعض الدقائق عن ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا المستجد اسمه كوفيد 19. انا اسمي محمد عبد الله سالم، مدرس عقاقير في كلية الصيدلة جامعة المنوفية. عايزين بس نوضح في الاول خالص ان الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده لا يعني ان هو رأيي الشخصي، بل بالعكس ده هو عبارة عن مجموعة من المعلومات اللي أنا جمعتها من المواقع والجهات المنظمة زي منظمة الصحة العالمية وغيرها، وإن لا يعني إن ده كله اجتهاد شخصي مني. وطبعاً مش أنا الشخص المتخصص اللي يقدر يتكلم عن الفيروسات وانتشارها، ولكن اللي أنا بعمله هو مجرد بداية للتوعية المجتمعية اللي كلنا المفروض نعملها، كلنا المقصود بيها سواء دكاترة في الجامعة أو طلبة حتى في الجامعة، خصوصا لو احنا في مجتمع الناس ما بقتش تاخد بالها من صحتها قوي او ما عندهاش بعض العادات الصحيه اللي تقدر تحمينا من الامراض، ودي حاجه بتقلقنا كلنا. فالتوعيه المجتمعيه دي نقطه مهمه بالنسبه لنا كلنا، لازم كلنا نبتدي فيها، وانا قلت ابتدي بنفسي واحاول على قد ما اقدر انشر معلومه يمكن حد يستفيد منها، بشرط ان يكون معلومه صح ان شاء الله يعني. والتوعيه المجتمعيه دي ممكن اي حد يعملها زي ما بقول، طالما هو متعلم وهيقول معلومه الناس كلها هتقدر تستفيد منها، بدايه تحت القاعده اللي احنا بنسميها ان الوقايه خير من العلاج. عايزين نقول بسرعه كده ايه هو الكورونا فيروس وازاي نحمي نفسنا. الكورونا فيروس او اسمه كوفيد 19 زي ما بيقولوا عليه هو طاعون العصر. هو التاريخ المرضي لانتشار الفيروس ده ابتدى تقريبا في 31 ديسمبر 2019 لما الصين كلمت منظمة الصحة العالمية إن ظهر عندها حالة، الحالة دي عندها التهاب رئوي، بتعاني من التهاب رئوي بسبب فيروس غير معروف، ودي كانت بداية الفيروس. بعد فترة بدأ الموضوع ينتشر يزيد في مدينة ووهان الصينية بالتحديد، لحد ما منظمة الصحة العالمية في 11 فبراير 2020 عملت أناونسمنت أو إعلان، قالت إن الفيروس ده من نوع الكورونا اللي اسمه كوفيد 19. برضه عشان نعرف كورونا فيروس ده، الفيروسات زي البكتيريا زي البني ادمين عباره عن عائلات، والعائلات دي عباره عن افراد، والكورونا ده نوع واحد، الكورونا دي كعائله في منها انواع كتير. الكوفيد 19 ده بدايه اول نوع ينتشر في 2019 زي ما قلنا، اواخر 2019 وبدايه 2020. طيب خطوره الكورونا عموما وخطوره الكوفيد 19 بالتحديد ان هو فيروس شديد الانتشار، يعني بينتشر بسرعه جدا وبيعدي من شخص لشخص، خصوصا عن طريق الجهاز التنفسي الرذاذ والحاجات اللي زيها، الانتشار فيه سريع جدا. منظمه الصحه العالميه لما اعلنت في فبراير 2020 الفيروس ده اسمه كوفيد 19، كلمه كوفيد يعني اختصار كورونا، وكورونا دي كان عباره عن فيروس لكراون شيب شكل التاج يعني، وكلمه فيد يعني فيروس ديزيز، فكلمة كوفيد يعني كورونا فيروس ديزيز 19 يعني 2019. وطبعا فضلوا ان هم ما يسموش الفيروس باسم مدينة ولا باسم حيوان ولا باسم بلد معينة او دولة معينة، علشان بس ما تبقاش وصمة عار على الدولة دي. فبالتالي الشكل عن الفيروس هو من حالة الكورونا، وان ظهوره في 2019 كان المسمى اللي اتفقت عليه منظمة الصحة العالمية وعلى الانتحار. معدل الوفيات في الفيروس قليلة، معناها ان الفيروس الخطوره بتاعته مش زي خطورات بعض الفيروسات اللي برضه من عيله الكورونا. زي ايه؟ زي مثلا في فيروس ظهر في 2003 كان اسمه سارس، او اسمه سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، او متلازمه الجهاز التنفسي الحاد يعني، وده كان ظهر في الصين برضه سنه 2003. او فيروس ثاني اسمه ميرس اللي هو ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، ودي ظهرت سنه 2012، ومعدل الوفيات كانت في الفيروسات دي اكتر بكتير من الكوفيد 19، وان كان معدل الانتشار ما كانش بنفس الحجم، وهي دي الحاجه الوحيده اللي تقلق في الموضوع. ليه كوفيد 19 مختلف عن الاثنين؟ ببساطه خالص لان ده سلاله جديده، سلاله جديده يعني كائن لحمض نووي ليه تركيب مختلف خالص ما تمش اكتشافه من قبل كده. يعني باختصار ملوش فاكسين، ملوش تطعيم تقدر تاخده فيحميك من المرض ده. دي مهمة أوي إن إحنا نبقى عارفين الموضوع ده. طبعاً الفيروسات أو الكائنات عموماً اللي تقدر تسبب إنفلونزا أو نزلات برد أو غيرها ممكن يبقى أكتر من 200، والكوفيد ده يعتبر بس واحد منهم.
السؤال المهم، الموضوع ده محتاج يبقى فيه ذعر ولا ما فيش ذعر؟ أو لأ. بمعنى لو هنشوف الذعر هنقيسه بمعدل الوفيات، فهو معدل الوفيات منخفض جدا، لسه عالميا ما وصلش ل 2%، وطبعا ما يتمناش ان يبقى فيه وفيات خالص، بس انا اقصد مقارنه بحاجات العالم عانى منها قبل كده زي السارس كان معدل الوفيات فيه اكتر من 10%، الميرس اللي لسه دلوقتي كان اكتر من 30%، الايبولا فيروس كان اكتر من 70%. لحد دلوقتي المعدل فيه الكوفيد 19 اقل من 2%، واللي اقل من 2% ده كمان في ال 2% اللي هنكتشفه من كل 100 مواطن ممكن يموت 2 او اقل من كده، الاثنين دول 90% منهم بيبقى ناس كبار في السن، وزي ما بنقول elderly يعني اكتر من 70 سنه، ومعظمهم كانوا بيعانوا من امراض مزمنه ما فيش تحكم في العلاج بتاعها زي امراض قلب او سكر او ضغط او جهاز تنفسي او سرطان، يعني الناس دي كانت اوريدي تعبانه. العالم انتفض لده اول مره في التاريخ؟ لا، في امراض كتير العالم انتفض لها، بس مش بنفس الريت اللي انتفضت بيه العالم مثلا لانفلونزا الخنازير H1N1 في 2009، او انفلونزا الطيور بيرد فلو في 2003، او في 2005 سوري، او السارس في 2003، او حاجات زي الويست ريفر فيفر في 99، او في الايجن فلو في سنه 1957. معدل الوفاه حتى في الدول الكبيره اللي عندها هيلث سيستم او نظام صحي من كوفيد قليل جدا مقارنة بأمراض تانية. ده مش معناه ان لازم يكون في ناس بتموت، بس نقصد نحط الموازين زي ما بيقول الصحة بتاعت كل حاجة. يعني مثلا ألمانيا مثلا من الدول المتقدمة جدا في النظام الصحي حسب التقرير سنة 2017-2018 من روبرت كوخ انستيتيوت، في 25 ألف شخص ماتوا في 2017-2018 من الانفلونزا العادية، واللي احنا بنعمل الانفلونزا الموسمية. ده مش معناه ان الطبيعي ان الناس تموت، بس بنقول ان المعدل ده يمكن حصل قبل كده كتير، و2019 2018 دي يعني من سنتين بالظبط الدوله زي امال. ليه الخوف؟ الخوف علشان معدل الانتشار بتاع المرض ده عالي جدا، فبالتالي الدول ما تقدرش تقفل على نفسها وتقول المرض مش هيتنقل. يعني باختصار احنا مهما كنا قفلنا على نفسنا في مصر كان في وقت ما هيتنقل. ليه كان في وقت ما هيتنقل؟ لان في ناس سواء مصريين جايين من بره او كانوا اجانب مفتوح لهم المطارات، وفي ناس اهالينا كلهم اللي شغال في المطار واللي شغال هنا، فواحد بيقابل واحد، والواحد اللي شغال في المطار بيركب المترو، والمترو بينزل الباص، والباص بينزل لمواصله ثانيه، فنقصد كل واحد ماشي خد المرض بينشره، فبالتالي فرصه فكره ان المرض يبدا ينتشر دي كانت خطوه جايه وكل دول العالم يمكن عانت منها. طيب الاعراض بتاع الكوفيد 19 بالظبط تفرق كتير عن الاعراض بتاع الانفلونزا العادي، بس بالنسبه للشخص العادي ما يقدرش يفرق ده كوفيد 19 ولا ده انفلونزا عادي. يعني باختصار معظم الفيروسات او الانفكشنز بالفيروس عموما بتتشابه في مجموعه من الاعراض، ممكن تختلف من شخص لشخص، بس ممكن يظهر فيه ارتفاع في درجه الحراره 37.5 لحد 38 واعلى من كده، ممكن يبقى فيه سعال او كحه، ممكن يبقى في الم في الجسم، الم في الرقبه، الم في الزور، ارتفاع في درجه الحراره زي ما قلت، ممكن في وقت ما صعوبه في التنفس، دي الاعراض الكومن. اخر احصائيات زي ما احنا شايفين قدامنا كده اللي احصائيات النهارده، بالظبط كده في تقريبا 194873 حاله زي ما نشوف قدامنا هنا كده، دي اللي هي التوتال كونفيرمد او عدد الحالات اللي هي لحد النهارده على مستوى العالم. أول دولة بالترتيب كده الصين 81,000 تقريبا، إيطاليا 31,000، إيران 16,000، أسبانيا 11,000، ألمانيا 9,000، كوريا 8,000، فرنسا 6,000، أمريكا 5,000. ونقدر نقول إن دي الحالات اللي ريبورتد يعني اللي أكيد موجودة. مصر تحت شوية ممكن تكون 200 أو 200 وشوية، بس زي ما بقول دي الحالات اللي ريبورتد، يعني الحالات اللي ممكن يعني من وسط 200,000 شخص عملوا تحاليل، لا الحالات اللي عندها 80,000 بس، ممكن يكون انت عندك الافات بس انت لسه ما عملتلهاش سكريننج او ما وصلتش عليها، فممكن تكون ستيل او ناس لسه حامله المرض او لسه في بدايه الموضوع. تقريبا عدد الوفيات من ال 194,000 تقريبا 7865، يعني اقل من 1% بكتير. وعدد الحالات اللي توتالي ريكفرد او خفت خالص من ده حوالي 80,000، والباقي لسه ما حصلوش كومبليت ريكفري او ما خفش خالص يعني.
أهم حاجة في الموضوع ده بالنسبة لنا إزاي نحمي نفسنا، والخطوة دي مهمة في إيه؟ الخطوة دي مهمة في إن الحكومات أو الدول مش هتقدر توقف انتشار المرض بالدرجة قد ما هي تقدر تعالج المرض. يعني باختصار، العادات الصحية الصح الدولة مش هتقدر تعلمها لكل واحد من ألف يوم، بس إحنا لما نقدر نقولها أو نركز عليها هنبدأ نحد من انتشار المرض. أول حاجة في العادات الصحية المهم إن نتكلم عنها هي النظافة الشخصية. النظافة الشخصية فيها حاجات كتير لازم نخلي بالنا منها. أولا لازم نغسل إيدينا بالمية والصابون كويس قوي على الأقل خلاص لمدة 20 ثانية، وإن كان يفضل لحد دقيقة. غسل مستمر يوميا قبل الأكل، بعد الأكل، قبل الخروج من البيت، بعد الخروج من البيت في حالة لمس الأسطح الملوثة، يعني بقدر المستطاع نغسل إيدينا. ما يفرقش في حاجة نوع الصابون قوي، ما يفرقش في حاجة إذا كان بألكحول ولا لأ، المهم يبقى بنظافة مستمرة للإيد زي ما بنقول. نتعلم ثقافة أو آداب العطس والسعال لما الواحد يكح أو يعطس. الطبيعي إنه يكون الكلام ده في منديل يتخلص منه مباشرة بعد ما يكح أو يعطس. ومهم قوي إنه يغسل إيده بعد الموضوع ده. لازم الواحد يتجنب تماما إن هو يلمس أي جزء من أجزاء الوجه خصوصا بعد العطس والسعال، وإن كان عموما المفروض إن هو يتجنب. لمس الأنفين زي ما قلت بصفة عامة على قد ما نقدر، لما نيجي نكح او نعطس نستخدم منديل نتخلص منهم بوسيله امنه، لان انا لما اعطس وانا شخص انفكتد وارمي في الشارع والحاجات دي معظمها بتتطاير في الهواء، وان كان الكوفيد لسه في كلام على النقطه دي، بس نقصد الفيروسات والبكتيريا عموما ممكن تبقى ايربورن وممكن تتحمل في الهواء، فبالتالي ممكن شخص يعدل كل من الحته دي. مهم قوي ان احنا ما نلمس الاسطح الملوثه، ابسط حاجه خالص زي السلالم في المترو او في الارض او في عموما في محطات او انا في مستشفى او حاجه، دي مهمه قوي. مهم قوي ان انا اقلل العادات الغلط زي التقبيل المستمر اللي ملوش داعي، وان كنا يعني بنسلم على بعض حتى لو نستبعد السلام بالايد يبقى كويس خالص. العادات الشخصيه زي الفوط والحاجات دي مهمه قوي ان احنا نتجنبها خالص. نقطه مهمه ان احنا نتجنب المخلطه. يعني ايه نتجنب المخلطه؟ يعني لازم يكون في مسافه ما بيني وما بين اللي بيتكلم قدامي، ده عموما مش لازم في الكوفيد بالتحديد. يعني ما تعملش عن قرب الاشخاص اللي بدات تظهر عليهم علامات المرض. مهم قوي ان انا اطبق العادات الصحيه الصح. الصحيه الصح دي من ضمنها ان انا ما اكلش الاكلات النيئه، طهي الطعام كويس قوي لانه ده بيقتل البكتيريا والفيروسات، اغسل الخضار والفاكهه كويس قوي، يبقى عندي نظام غذائي صحي متوازي، شرب كميات او سوائل كافية يوميا على الأقل من 2 لـ3 لتر، ممارسة الرياضة بصفة مستمرة، يعني أمشي مثلا على الأقل 20 دقيقة 3 أيام في الأسبوع، أخذ أكلات يكون فيها فيتامينات. مهم أوي نتجنب الأسطح الملوثة زي ما قلت. الأسطح في البيت تقدر تعيش على الفيروسات من ساعات حتى أيام، في خلافات عن الكوفيد ده يقدر يعيش قد إيه، بس يقدر يعيش على الأسطح الملوثة لحد أيام. في فيروسات كتير تقدر تعيش على الأسطح لحد 10 أيام، فمهم قوي تطهير الاسطح الملوثه دي بالمحلول زي محلول الكلور او بالكحول باستمرار. يبقى عندي ثقافه الراحه بالمنزل، يعني لو ظهر علي اي اعراض من اعراض الكحه او السعال او الاعراض اللي احنا قلنا عليها بتاعه البرد عموما، ان انا افضل في البيت ويكون في عزل بالمنزل، يعني ما احاولش اقرب من باقي الافراد اللي عندهم مشكله. زي ما بقول الميه والصابون أو الكحول مهم جدا، لأن الحاجات دي عندها قدرة على إذابة الأسطح الخارجية للفيروسات اللي هي أصلا بتكون عبارة عن دهون، يعني الحاجات دي بتستخدم كمذيبات دهون. أقدر في خصوصا في فترة الشتاء في انتقال الفيروسات المنتشر ده أقوي جهاز المناعة بتاعي بالفيتامين زي الفيتامين سي أو الفيتامين دي أو الأكلات اللي فيها. الأعشاب زي الكركم والجنزبيل والقرفة واليانسون والثوم والبصل والليمون والسوائل عموما لها دور مهم في تقوية جهاز المناعة، بس ده لا يعني ان هي تقدر تقتل الفيروس. يعني اما ياخد نظام غذائي صحي متوازن وانا شخص سليم، قدره الجسم بتاعي او جهاز المناعه بتاعي ان هي تحارب الفيروسات دي بتبدا تزيد، فبالتالي ده بيبقى هو ده التوعيه الصحيه اللي مهمه بالنسبه لي. لان حتى لو العالم اكتشف فاكسين للكوفيد 19، يعني لو في تطعيم ضده، لا يعني ان ده هيحميك في المستقبل، لان الكوفيد 19 لو حصل له تحور يبقى التطعيم اللي خدته برضه ملوش لازمه، او لو ظهر فيروس تاني غير الكوفيد 19 من الكورونا او غيرها ده مش هيبدا يحميك. فبالتالي هو خط الدفاع الاول بالنسبه لنا ان انت تبقى جسمك سليم،
ان انت لو بتاخد امراض، ان انت لو بتتعالج من امراض زي الضغط والسكر والكلى وكده، يبقى دايما علاج ناخده بانتظام ونتاكد ان الحاله الصحيه عموما كويسه. نقلل قوي قوي من حالات الهلع والخوف اللي ملهاش اي داعي. يعني قلت ممكن يبقى في ذعر من المرض، الذعر ده هو ان انا اخد العادات الصحيه الصح اللي تحمي منه. ان انا بعرف الناس ممكن تبقى عندها، ان ممكن يكون شخص واحد في العربيه او في المترو او في الشارع او في المدرسه او في الجامعه عنده، فاقلل ده، اعمل للناس حملات توعيه ان انتشار المرض ده هيضرنا كلنا، بس ما اقعدش في البيت خايف وقلقان ومتوتر ومرعوب، يبقى عندي بانيك اتاكس، تعمل لي نوع من انواع الانكزايتي او تعمل لي نوع من التوتر والقلق طول النهار، لان ده بالعكس بقى ده سلبي. ليه؟ لان ده مثبت علميا ان البانيك اتاكس دي بتقلل الجهاز المناعي عن طريق ان هي بتزود الكورتيكوسترولز او الكورتيزونز، فبالتالي بتقلل مناعه الجسم ضد الامراض دي، فالخوف ملوش داعي. النوم الصحي ده مهم، في خلاف اذا كان النوم الصحي مضاد، يعني يقدر يحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا دي هنختلف فيها، بس النظام الصحي المتوازن مع النظام النوم المتوازن ده مهم قوي. يعني جسمنا بيقدر يحس باللي هي ال 12 اور سايكل، اللي هي اليوم الليل والنهار، وبالتالي في مواد كيميائيه بتتفرز في فتره الليل عشان تبدا تخلي الجسم يستعيد نشاطه في فتره النهار، فدي يعني دي نقطه مهمه. البس ماسك ولا ما البس ماسك؟ بلا خلاف ان الشخص اللي بيخالط شخص عنده اعراض للانفلونزا العاديه او الكوفيد، او شخص مع شخص في مستشفى عنده نفس الاعراض دي، او شخص عنده اعراض قريبه للاعراض دي، لازم البس ماسك. لو انت شخص سليم خالص الطبيعي انك ما تلبس ماسك، وانت شخص سليم ما بتعانيش من حاجه، ما عندكش اي اعراض من دي، ما فيش اي حاجه علميه تثبت ان انت لو لبست مش هيجي لك الفيروسات دي، خصوصا الميديكال ماسك العاديه، ان هي دي مش هتحميك، ما فيش ايفيدنس ان هي هتحميك لو انت ما عندكش. لو انت هتلبس بقى الماسكات اللي هي ال N95 او الكي اف 94 اعتقد للميديكال ستاف بس. يعني باختصار البس ماسك ولا البس؟ لو انا شخص سليم البس، الشخص السليم اللي بيلبس هو واحد طبيب، او الشخص السليم اللي بيخالط شخص مريض. يعني دي فرصه كويسه، انتشار فيروس زي ده فرصه كويسه ان احنا نبدا نشوف الاعراض اللي احنا بنعملها الخطأ يوميا، زي ان اي واحد فينا يجيله نزله برد يبدا يجيب انتيبيوتكس من يعني اعلى حاجه في الانتيبيوتكس، وياخد اقصى جرعات منها، وياخد كورتيكوسترويدز زي الدكساميثازون او الكورتيزون عموما اللي الناس بتسميها حقنه البرد، او ياخد مضادات للالتهاب بغير وعي. الكلام ده كله خطر جدا جدا على الصحه، حتى للكوفيد نفسه في بعض الدلائل ان الكورتيزون والمضادات الالتهابات دي بتقلل من مناعه الجسم وبتزود من فرصه هجوم الفيروس، وان كان دي قاعده علميه عامه ان الكورتيزونز او اللي اسمه حقنه البرد عموما او اخذ المضادات الحيويه في نزله البرد بدون داعي هي اكثر ما يكون خطر على الصحه عموما، مش على جهاز المناعه لوحده، لا بالعكس على الكبد وعلى الكلى على كل الاعضاء بتاع الجسم، لان الادويه في الاخر ايا كانت هي اسمهم، وننصح بتناول فقط لو انا حسيت باعراض بسيطه، حاجات بسيطه خالص زي الباراسيتامول والخطر للحراره، غير كده مفيش. طيب زي ما اتفقنا ايه الاعراض اللي تبان؟ تبان ممكن يبان رشح وزكام وعطس، ممكن يبان ضغط في الاذن، ممكن يبان ارتفاع في درجه الحراره. الاعراض العاديه دي الشخص الطبيعي المفروض ان هو يقعد في البيت. امتى الشخص يروح المستشفى ويتجه للعزل؟ لو مع الرشح والزكام والحاجات دي الموضوع استمر اكتر من يومين او ثلاثه، مع كحه بلغم وكحه جديده، وحصلت بدايات صعوبه في التنفس، ساعتها الشخص لازم يروح المستشفى. المستشفى بتبدا لو الاعراض دي شبيهه بالاعراض بتاع الكوفيد، بتبدا يعملوا له الاول اختبار، تاكدوا ان موجود بالبي سي ار اذا كان بوزيتيف او ايجابي يعني ولا سلبي، وطلع ايجابي بيروح مستشفى للعزل. مستشفى العزل يعني عشان برضو الناس ما تخافش، ما فيش دولة في العالم عندها كل المستشفيات تقدر تستقبل الحالات بتاعت كورونا او الحالات اللي محتاجة عزل، لان العزل ده بيبقى محتاج غرف مخصصة بيبقى فيها بوزيتيف او نيجاتيف سكشن، بتبدأ تسحب الهواء. يعني العزل انواع كتير، بس انا اقصد في العالم ما فيش دولة فيها كل المستشفيات مجهزة كده، عشان كده بيبقى في بعض المستشفيات المحددة خوفا على المريض واللي حواليه من كده، فدي ما فيش فيها الا خالص. لو حسيت بالاعراض دي هي دي اعراض الحاجات اللي هي محتاج ان احنا نعزل. يعني مهم قوي زي ما بقول ان احنا الوقايه خير من العلاج، مفيش علاج محدد للفيروس ده، سواء انت في المستشفى او سواء انت في البيت هتعالج الاعراظ، يعني هتعالج سيمتوماتيك. يعني لو ظهرت عليك سخونيه تاخد حاجه،
بسيطة زي الباراسيتامول، سوائل دافية، راحة تامة، ما خلطش الناس، ما خرجش ألم، حسيت تحسن، حسيت بضيق في التنفس، حسيت بأعراض زي كده، أبدأ أروح المستشفى، طلعت الحالة لا قدر الله إيجابي، أخد عزل وبعدين المخالطين اللي يتم الكشف عليهم، لو طلع سلبي أرجع البيت أفضل برضو في حالة عزل بالمنزل. يعني الوقاية خير من العلاج. نتمنى أن تكون دي يعني هو فيروس حاجة صغيرة خالص بس حير العالم كله، زي ما بنقول العالم كله بينتفض ليه، إحنا لازم ننتفض نفس الانتفاضة علشان القضاء على الوباء. مش هيبقى دور الدولة، القضاء على الوباء هيبقى دورنا إحنا وعادتنا إحنا. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده، وإن شاء الله يا رب أشوفكم على خير ونبقى كلنا أصحاب.